قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع الثقة في ابن النادي أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، اختيار جاء ليعطي واحدا من أهم كوادر الزمالك التدريبية الفرصة لوضع بصمته على الفريق الأبيض. أسامة ابن الزمالك وأحد ناشئيه يعرف جيدا معنى الفرصة وكيفية استغلالها. في عام 1994 وبعد فوز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا مباشرة، قرر الجنرال محمود الجهري وضع ثقته في أبناء النادي وناشئيه من أجل الالتحاق بجيل توج بالدوري لموسمين متتاليين من أجل أن تستمر المسيرة. أسامة كان واحدا من هؤلاء الناشئين مع محمد صبري وحازم إمام ومدحت عبد الهادي وآخرون، وضعوا في مقتبل العمر في اختبارات صعبة نجحوا فيها بامتياز. مع منتخب مصر الأولمبي تألق أسامة نبيه، ومع الزمالك توج بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 1996 في مباراة عصيبة أمام شوتينج ستارز، تقدم فيها لوضع ركلة ترجيحية حاسمة ساهمت في تتويج الزمالك بالأميرة الإفريقية. اللاعب التكتيكي والجوكر كان أحد أهم أوراق المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية بوركينا فاسو عام 1998، عندما استخدمه الجوهري مجدداً لينفذ خططه ويعود رفقة منتخب مصر باللقب. مع الزمالك توج أسامة بثمانية ألقاب، بينها لقبين للدوري المصري ولقب في كأس مصر ولقب في السوبر الإفريقي، كما حصد ثلاثة ألقاب إفريقية ما بين دوري الأبطال والسوبر ولقب الأفرو أسيوي، كما سجل 25 هدفاً للزمالك أبرزهم هدفه الشهير في بلدية المحلة في دوري 2002-2003 في اللحظات الأخيرة، وهدف تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب المقاولون العرب. مسيرة أسامة التدريبية لم تقل لمعاناً، وكان عنصراً مؤثراً في عديد الأجهزة الفنية التي دربت الزمالك في العقد الأخير، وساهم في تتويج الفريق الأبيض بعديد البطولات، كما كان المدرب المساعد في رحلة مصر المظفرة للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 28 عاماً بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر. أسامة نبيه ابن الزمالك لحماً ودماً، يعرف جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تحقيق طموحات الزمالك وجماهيره في الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، ولكنه على أتم الاستعداد لقيادة قطار الزمالك نحو مزيد من الألقاب والبطولات.